چلیں پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبل وقتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. ویری گڈ. اب نیو لیسن بھی آپ نے خود پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھنا شروع کریں. یہ نیو لیسن ہے آپ کا. جی اعوذ باللہ سے پھر سے سٹارٹ کروں؟ نہیں بیٹا, اعوذ باللہ سے نہیں پڑھنا آپ نے. بهذا مثلا وقف کریں گے یہاں پہ. مثلا مثلا فدول فدول به كثيرا كثيرا ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. یہ فا نہیں ہے بیٹا, دیکھ کے پڑھیں. سواد نہیں ہے, یہ میم ہے. ميثاقه ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله. ایک دفعہ پھر پڑھیں بیٹا.